عايز فاهمة؟ إلا الصراحة الأستاذ أبو الوفا الفنان القدير ما فاجاش. عيوني يا فندم. شكرا مع السلامة. ألو؟ أيوة يا فندم. لا 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 يا شكرا يا فندم، شكرا لتقديرك، شكرا. ألو؟ أيوة يا فندم. أهلا حضرتك. لا الصراحة الأستاذ أبو الوفا لسه ما جاش. شكرا يا فندم. أوف 24 ساعة مكالمات، أنا زهقت. ولا كنا في ضرة وطلعنا لبرة يا فوفو. صباح الخير يا ضيف. إيه أهلا يا أستاذ أبو الوفا، أهلا بحضرتك، نور في المكتب. حد اتصل بيا النهاردة؟ إيه هو الصراحة في شوية مكالمات كده كانت سيبيني كده حبيبي. حبيب شوفوا بابا جايب لكم ايه النهارده؟ شوية الوان. استاذ ابو الوفا، استاذ ابو الوفا يا في ايه يا زيزي مالك؟ يعني انا بس كنت عايزه حضرتك تهدى كده وتفكر انت بتقول ايه وبتعمل ايه يعني. قصدك ايه يعني؟ لا ما قصديش حاجة ولا سمح الله، بس حضرتك ده سخط. ما انا عارف ان ده سخط. شوفي هيتكلم اهو، هيتكلم. انت نسيتي اللي حصل من 3 سنين؟ كان هذا هو شكل التمثال أعزائي المشاهدين من 3 سنوات، ثم أصبح هذا هو شكل التمثال أعزائي المشاهدين من 2 سنوات، وهذا هو الشكل من 6 أشهر، وهذا هو الشكل من أسبوع. افتكرتي يا عزيزي، افتكرتي التمثال بيضحكلي تقديرا واشرافا ليا وشكرا للي انا عملته معاه. تقديرا افتكرت. صباح الخير. صباح النور. انا الدكتور نبيه الفاهم، استاذ جيولوجيا واخصائي في علم الصخور. اهلا وسهلا. انا كنت جاي النهارده عشان ادرس حكاية التمثال اللي بيضحك ده. يا ترى مين فيكو الدكتورة أبو الوفا؟ نعم. إيه برميل الخفة اللي على السطح ده؟ أنا حضرتك دكتورة أبو الوفا. طيب يا ريت بعد إذنك ممكن نعمل شوية أبحاث كده على التمثال؟ اللي ضحك عشان تقديرا لمجهوداتي معاك. يعني بس يعني حضرتك موافق يعني؟ ممكن بس خلي بالك منه كويس. بس يعرفوا دماغه خف شويه يعني. طيب يا دكتور، هو ممكن بس يعني بعد اذنك يعني ما كانش ضايق خالص يعني، ممكن بس نعمل شويه بعد اذنك يعني عشان بس نولي العالم كله قد ايه عبقري يعني، ممكن؟ بس تخلي بالك منه، ده جاي مني بالظبط. بص هيتكلم اهو، هيتكلم. هاي أعزائي المشاهدين، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتني موت موت موت. بصوا نادي الوزير سلامات ده بعد ايه؟ انا النهارده عندي ليكم مفاجأة فظيعة فظيعة فظيعة. طبعا كلكم قريتوا الخبر اللي في الجورنال بتاع التمثال اللي بيضحك. مستضيفين ليكم عالم فظيع فظيع فظيع، عارف كده بتاع جيولوجيا. طبعا حبايبي كلهم عارفين يعني ايه جيولوجيا. طبعا ده علم بتاع
الصخور وبتاع الارض بتاع الرم. طيب احنا النهارده هنستضيف دكتور نبيه الفاهم. ازيك يا دكتور؟ الفاهم يا سيدي دكتور نبيه الفاهم يا حبايبي. ازيك يا دكتور؟ طبعا احنا النهارده سمعنا عن خبر التمثال اللي بيبحث، وحضرتك اكيد هتفسر لنا ايه سر ضحكته. هو الحقيقه يعني انا مش عايز اقول الكلام ده بصراحه يعني، بس عشان بس خاطر مصلحه الدكتوره بالوفاء انا هقول الكلام ده وخلاص. هو بعد تجارب وابحاث اكتشفنا اكتشفنا ان التمثال ده ما بيضحكش ولا حاجه، وان السبب في ده كله هو الدكتور الدكتور ابو الوفا. طب انا كنت اعرف ان ده حكي دلوقتي انه بس ما نحتش في الصخر، هو للاسف رسم بس من بره يعني شويه الوان. فبعد ابحاث زي ما قلت لك اكتشفنا اللي هو الكلام ده كله تهريج، والضحكه دي بس بسبب ان الالوان فعلا عملت تعريه، انت عارف اللي هو بيسموه في الغلطه والهواء وكده، فالالوان شققت فبان ان هو ايه. يعني قصد حضرتك تقول ان بعد ما الميك اب بتاع التمثال ابتدى يروح 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 شاسع كده سيب تتكبر عن ضحكه، صح طبعا؟ هو صح يعني. طب تنصح ايه الدكتور ابو الوفا دلوقتي؟ هو انا انصحه الحقيقه انه يعني المره الجايه ان شاء الله لما لو استمر في الشغلانه دي يعني ان هو يحاول يعني ينحت التمثال من جوه الصخره وما يرسمش بس من على الوش، عشان الوش ده ممكن بعد فتره بيروح طبعا جوه طريقه العوامل الاعلام وكده. انما لو نحت فيه مهما اتعرض لاي حاجه هيفضل بنفس الشكل. طبعا حضرتك اخر البرنامج تحب تسمع معانا اغنيه ايه؟ ستنا حبايبي حنان. فدينا اللي فايدي اللي انا عملته معاه.